في الخزنة خوف. بعد ما حصل موضوع الطلاق ما كانتش معاك غير 1000 جنيه، ده فعلا؟ تردد. طلعت في الإدارة وفاشلة يعني. أرقام. كل سنه فعلا ليه جماله يعني. واعترافات سرية. عندي 150,000 جنيه. تكشفها نيلي كريم لأمير كرارة. لو عرفتي مثلا إن جوزك اتجوز عليكي دي تبقى ليلته سودة. يا نهار أبيض. الخزنة الأربعاء الساعة 9 مساء على CBC.